إيمانا بأن تحفيز الاستثمار وتطوير قطاعات النشاطات ذات الأولويات الاقتصادية لتحقيق منح تنموي شامل ودائم لن يكون دون إشراك الشباب حاملي المشاريع، ولهم في ذلك الأولوية ضمن برنامج الاستفادة من الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ولاية الجزائر استفادت من 4 مناطق للنشاطات المصغرة ببلديات جسر قسنطينة، باش جراح، براقي وباب حسن، انطلقت بها أشغال التهيئة. هذا بدينا نخدمه في الأورجانس اللي راهي، رانا نخدمه بواتير عالية باش في شهر إن شاء الله نسلموا الأشغال والمشروع. نحينا الكرافة اللي كانوا هنايا، سيتي انورم، كلفنا واحد 6 أيام باش نحيناها، ومن بعد درنا لامبلونتاسيون دي شونتي، عينا الطرقات الرئيسية هذه، وكما راكم تشوفوا مازلنا والو، مازلنا غير لاسينيسمون تهيئة الأرضية. التهيئة الخارجية، جلب الكهرباء، الغاز، تهيئة الأرضية، لاسينيسمون، لي زو بلوفيال، لاليمونتاسيون نو بوتابل. عدد الإجمالي للقطاع التي تم اختيارهم 78 قطعة تتربع على مساحة تفوت 2.5 هكتار. تسهيلات أخرى ستمنح للشباب المستثمر في هذه المناطق، متمثلة في مرافقة البنوك وكذلك مرافقة هياكل الدعم على مستوى وزارة الصناعة، وكذلك ما ننساوش لوفغار البنك دعم الشباب. إذن 78 مستثمر سوف يطلقون مشاريعهم، وعلى المستثمر فيما بعد التكفل بإنجاز أو بناء هيكل مشروعه. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لما لها من قدرة على توفير فرص العمل وتنويع النشاط الصناعي.